وجادة والخوال خالد والعود عياد لعد القروم جده ابن مغيب راعل الوفا طلق السبال فارز Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا الله حي يا مرحبا يا الله حي. الله يبقيكم. مساكم الله بالخير يا جميع. صلوا على النبي. الله حي. حياكم الله، احنا جايينكم الصيعة. ونعم 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 الله وجيهكم. هلا والله مرحبا. سمع عن طريق ابو عبد الله. الله وجهك اخي محمد بن عبد الله الرب. نعم ونعم مشاركين ومباركين. الله وجهك استهلوا بيض الله وجهكم. الله يبقيكم ويسلمكم ان شاء الله. اقف الله حي مرحبا الله حي يا مرحبا يلا حي مرحبا يلا حي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميع، نيابة عن أخوياي الحاضرين والغايبين. يقولون يا أبو خالد مبروك، والله يبارك الخالد ويجمع بينهم في خير. معاهم طال عمرك عانية وصلتك. يلا حيوا. هلا مرحبا. هلا هلا أبو خالد. خذت. هلا. يا مرحبا. أقرب تواصل. هلا مرحبا. هلا. الركايب وجهات من جنوب الشمال في عجب دعوة خواين عزيز ومحشوم، ما ندور العذور لابد شنو مجال، واجب الخوة على الطيبين أكبر نزول في عجب، غال عزيز كريم بالرجال، من شيوخ سادة أفعالهم فوق الرجوم، من شيوخ سادة أفعالهم فوق الرجوم، الشداد
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظمته، نحمده عز وجل على كثير إنعامه وجزيل فضله وإكرامه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، مشائخ القبائل، رجال الفكر والعلم، رجال الإعلام والأعمال، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاماً ينتشي فرحاً بهذا المقدم الميمون وهذا الحضور المبارك الذي أنار المكان وأسعد أهل المكان، فحياكم الله تحية منشأها من القلب وملؤها المحبة والوفاء والتقدير والاعتزاز. ضيوفنا الكرام، ما أجملها من لحظات غالية وسعيدة ومتميزة بحضوركم وتواجدكم ومشاركتكم لأهل الحفل في فرحتهم في هذه الليلة السعيدة، وهم يحتفلون بمناسبة زواج الأستاذ خالد بن عياد بن ناشي الشدادي الحارثي، والذي نقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ومتمنين له كل سعادة وتوفيق. حضورنا الكريم، في مستهل هذه الليلة الكريمة وخير بداية لكل بداية، ذكر الله عز وجل، آيات من الذكر الحكيم يتلوها عليكم القارئ فهد بن عياد الحارثي، فليتفضل مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. حضورنا الكريم، كلمة لأهل الحفل يعبرون من خلالها عما يكنونه من مشاعر جميلة تجاه هذا الحضور الكريم، يلقيها بالنيابة عنهم الأستاذ سلطان بن عياد بن ناشي الشدادي الحارثي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله مدى الدهور، والحمد لله مر العصور، سبحانه وجل وعلا القائل في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين، إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين، محمد بن عبد الله القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية من القلب يطيء شذاها مسك وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه تحية وسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب،
نيابة عن والدي وأخواني، أتقدم إليكم بأسماء آيات الترحيب بكم، فأهلاً وسهلاً بكم. أهلاً وسهلاً أيها الضيوف الأكارم، ضيفاً ضيفاً، فأهلاً وسهلاً بالجميع من شيوخ قبائل ووجهاء وأعيان ودعاة ومشايخ ورجال تربية وتعليم وحماة دين ووطن من مدنيين وعسكريين. أهلاً وسهلاً بالرجال أبناء الرجال. أهلاً وسهلاً بالأكارم أبناء الكرام الشهام الذين يعرفون قيمة الرجال ويقدرون مواجيب الرجال. جاءتهم الدعوة فلبوا النداء، فلم يثنهم عن الحضور لا مسافات ولا انشغال. حضروا فأضاءوا بتشريفهم لنا سما هذا المساء، حضروا فعطروا حفلنا هذا بمعاني الوفاء. فأهلاً وسهلاً برجال الوفاء من كل مكان. أهلاً وسهلاً بمن تعنى من ينبع في أقصى الغرب. أهلاً وسهلاً برجال الوفاء الذين قطعوا الفيافية والقفار من دولة الإمارات الشقيقة. أهلاً وسهلاً بمن جر الخطوة إلينا. أهلاً وسهلاً بكل رجل حاضر في هذا المكان من حاضرة وبادية تعنى إلينا وتواجد في هذا المكان. أهلاً وسهلاً بمن شرفنا من قبائل الجزيرة العربية جميعاً. أهلاً وسهلاً بالأحباب والأصحاب والجيران. أهلاً بكم جميعاً. أهلاً بكم. أهلاً بكم فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً، فحضوركم شرف لنا يضفي على حفلنا أنساً وسروراً. فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ضيوفنا الأكارم، باسمي واسمكم جميعاً يسعدنا أن نزف أجمل التهاني وأعطر التبريكات لعريس هذا المساء أخي خالد بن عياد بن ناشي الشداد الحارثي، ونقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله أن يجعل حياتهما عامرة بالأفراح، وأن يرزقهما الذرية الصالحة البارة، وأن يديم علينا وعليكم الأفراح والليالي الملاح. أيها الأحبة، أجدد التحية والترحيب بكم مرة أخرى، فحياكم وبياكم وطاب مسعاكم وممشاكم. فشكراً شكراً لكل رجل تعنى وحضر، وشكراً لكل رجل غاب واعتذر. ختاماً، الشكر والتقدير لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على هذه الكلمة الوافية الضافية. ضيوفنا الكرام، الآن نقدم لكم تقريراً عن مركز قيا بني الحارث، إعداد لجنة التنمية الاجتماعية بمركز قيا، مونتاج وتقديم الإعلامي تركي بن ضيف الله بن شبيب الجياشي. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم تقرير مركز قيا. قيا نحو مستقبل واعد، دفع الشتاء ونسمات الربيع. نبذة عن مركز قيا: هو من أكبر المراكز في ألف التابع إدارياً لمحافظة الطائف، حيث يقع جنوب شرق المحافظة، ويتوسط الطريق المزدوج الإقليمي الذي يربط منطقة مكة المكرمة بمحافظة الطائف بمنطقة الباحة، ويبعد عن المحافظة 77 كيلومتر، وعن منطقة الباحة 150 كيلومتر. أهمية الموقع: يعتبر مركز قيا مرجعياً أمنياً وصحياً وتعليمياً وخدمياً للمراكز والقرى المجاورة له: أبو راكة، شكسان، الصور، كلاخ، غزائل، وكذلك منسوبي مركز اللواء الجبلي. يعتبر المركز معبراً لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين. يتميز المركز باتساع المساحة وسهولة الطبيعة الجغرافية، ويتنوع ما بينها جبلية وصحراوية. يتميز المركز بالنهضة العمرانية والتجارية المتسارعة. المساحة والسكان: تقدر المساحة الإجمالية لمركز قيا حوالي 18,000 كيلومتر مربع، وتعداد السكاني يقدر بأكثر من 30,000 نسمة. بلدية قيا: إنشأت بلدية قيا عددا من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإنشاء عدد من المشاريع الخدمية بتكلفة إجمالية تقدر ب 100 مليون ريال، كما يوجد عدد من المشاريع تحت التنفيذ بتكلفة تقدر ب 15 مليون ريال. مركز شرطة قيا:
مركز خارجي فئة جيم ويشمل الأدلة الجنائية والبحث والتحري. الدوريات الأمنية، وهي دوريات تابعة لشرطة المحافظة، ويخدم عدد من المراكز أبو راكة، شكسان، السديرة، كلاخ، حتى حدود منطقة الباحة. مركز الدفاع المدني في قيا، ويخدم مركز قيا أبو راكة طريق الجنوب حتى حدود منطقة الباحة وحدود محافظة تربة. شعبة مخدرات قيا، تخدم جميع مراكز جنوب الطائف حتى حدود منطقة الباحة ومحافظة تربة. محكمة قيا العامة، تخدم مركز قيا، مركز شخصان والقرى والهجرة المجاورة. وحدة الضمان الاجتماعي في قيا، تخدم مركز قيا وأبو راكة وشقصان والمراكز المجاورة لها. البريد السعودي في قيا، ويخدم قيا والمراكز المجاورة له. مكتب تعليم جنوب شرق الطائف بمركز قيا، ويشرف على عدد 45 مدرسة للبنين والبنات، عدد الطلاب والطالبات 4944 طالب وطالبة. مستشفى قيا العام، ويخدم مراكز جنوب الطائف قيا، أبو راكة، شقصان، الخيالة، الجبلات ومرفوع وغيرها من القرى والهجر، وهو بسعة 50 سريراً، وقد صممت البنية التحتية لرفع سعته إلى 100 سرير. مركز صحي قيا الإشرافي، ويشرف على مركزي شقصان، أبو راكة والمظللة. مركز الهلال الأحمر في قيا، ويخدم مركز شقصان وأبو راكة وعابري طريق الجنوب. محطة كهرباء قيا ومكتب الطوارئ، وتخدم مراكز جنوب الطائف. خزان وأشياب قيا وغزائل، السعة الإجمالية 20,000 متر مكعب، وتخدم أكثر مراكز جنوب الطائف. القطاع الخيري والاجتماعي، الجمعية الخيرية في قيا. النهضة التجارية والاقتصادية، يوجد بالمنطقة نهضة تجارية واقتصادية وعمرانية، من أهمها المحطات، أسواق تجارية، معارض، قصور أفراح ومشاريع تحت الإنشاء. النهضة العمرانية، النهضة التجارية، الثروة الحيوانية، الثروة الزراعية. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. قيا، الحاضر والمستقبل. أيها الحفل الكريم، ولعالم الشعر مكان وميدان، نبقى وإياكم الآن مع فقرة ميدان الشعر وفرسان القوافي. فهذه قصائد جميلة تحمل معان راقية، تزين هذه الليلة أيضاً بإبداعات الشعراء المتميزين. ونبدأ هذه الفقرة بقصيدة شعرية مع الشاعر بندر بن عياد بن ناشي الشدادي الحارثي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أبارك لأخوي خالد بن عياد الشدادي، وأقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع عليهما بخير. أرحب بالضيوف اللي يلفون ويا مرحبا هي العدة السيل. أما المشاركة، جزيل جزلي جز عدي بالجزال، وجزال قافي تحتمي بجزالها، شاعر ولا مني نويت ابدا سجال، ما نوش غير الطايله وامثالها. اللي اعتليت اعلى وانا بالعزعة، والقاف لي عليا تشوش بعالها، مطنوخ قاف وطنختي فيها جدال، تقول كني ما خلقت الا لها، سرجتها واسرجتها سلج الطوال، اللي تسرجني لا جيت اسعى لها. انا اشهد انك يا ولد عياد فار بفرح تنذلل فيك امثالها، جتك العزاوي من يمين، جتك العزاوي من يمين ومن شمال، اسرجتها لاجلك
وجت في فالها ولع لنا الشباب وطنخ بالعدال ورقابنا يا محزمي واشتالها وجهك ابيض ولع لنا الشباب وطنخ بالعدال ورقابنا يا محزمي واشتالها يا اخوي لو هي عزتك والله تقال حرام حرمني بقول لحالها يا خالد اخوي القصيده باكتشال في عرسك الليله تبدع جالها كل يبارك لك وجا من كل جال يا مرحبا باهل الوفا وزوالها وما دامني بالمدح واليوم احتفال ابمدح اهل الطايله وجبالها وما دامني بالمدح واليوم احتفال ابمدح اهل الطايله وجبالها الناشي بن مغيب تنطاع الثقال ما عليك نزول الناشي بن مغيب تنطاع الثقال جدي ابو غانم سما بثقالها وللمجد خيال الحرد فاق المحار مغيب فخر امجادنا وخيالها والراد بن زايد كريم بسبال الله وهب هالمكرمه وسالها والراد بن زايد كريم بسبال الله وهب هالمكرمه واشتالها وهلال بن عايض بطيبه لا يزال لو العرب تخلف بخلف ازوالها وهلال بن عايض بطيبه لا يزال لو العرب تخلف بخلف ازوالها سما ربعي يدكون العدا في كل حال من ماضي الازمان هم رجالها سما سما والعزم اسمي بالطوال عز الشدادين اعتراب افعالها ما عليكم زول سما سما والعز ما اسمي بالطوال عز الشدادين اعتلى بافعالها اللي ضربنا ما توسمنا الحلال نعرف وش مغزى العرب وعلالها الحارثي سيف شطير بالفعال هو محزم وقت الشدايد طالها الحارثي من عانده بالعز مال هم من الخايف ومن هو عالها الحارثي من عانده بالعز مال هم من الخايف ومن هو عالها وقت المغازي والحروب اللي تقال حنا لها حنا لها حنا لها وقت المغازي والحروب اللي تقال حنا لها حنا لها حنا لها في عز ميدان الفخر حنا جبال واللي جهل يسأل وكل قالها صغيرنا صغيرنا للموت عاشق والقتال وكبيرنا جد الموقف صالها فكر طيب صغيرنا للموت عاشق والقتال وكبيرنا جزل المواقف صالها المدح يا الهاجس معلبك وصال خص بذوي ناشي رقى واختالها قوم ليابان الخطر والضد عال ما يرجح الميزان غير ابطالها قوم ليابان الخطر والضد عال ما يرجح الميزان غير ابطالها والفخر زاد وعد بقروم الرجال ذوي محميد الفخر بقبالها فكم الطير والفخر زاد وعد بقروم الرجال ذوي محميد الفخر بقبالها أهل المواقف والمواقف لا محال تزيد أهل العز عز بجالها وفعل الملاسين عال وانقيل عال افخر وفاخر وافتخر في عالها فكم الطيب وفعل الملاسين عال وانقيل عال افخر وفاخر وافتخر في عالها عزاوي لو تعتزي عزوة جبال المجد مدها بسحاب اختالها سميت في قافي وفي انفعال بمحفى الرجال الوفا واختالها صفت ميادين الشعر والكل قال فينا العزاوي طيب الله فالها حضرتها من دون يمكن واحتمال وانا ولد عياد وطبخ جالها ما عليكم زود وعذرون على قصور يا رجال
ضيوفنا الكرام، ولا يزال التواصل مع الشعراء مستمراً، ومع المشاركة الشعرية الثانية مع الشاعر معيض بن منجي الشلوي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أصحاب السعادة، شيوخ القبائل وأعيانها، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعانا أبو خالد ولجانا عذر في الوصول، أتقدم بجزيل التهاني والتبريكات لأبو خالد ولابنه، لنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. الشعر عند الشدادين مثل اللي يجلب التمر على بيشة، فيهم شعار وأجزل منا، وقدموني والله يعطيهم العافية. المشاركة بسيطة، أتمنى أن تنال إعجابكم. سلام الله سلام في محل معزب الضيفان، سلام الله على خالد وابو خالد وضيفانه، سلام الله عليكم كلكم يا اصحابنا الشجعان، سلام من هجوس لاجلكم بالحيل شفقانه، سلام الله على درعي مشايخ وجبل وعيان، سلام الله على قمة سنام المجد وعنانه، سلام بالنيابة عن بني شالي عظام الشام، سلام عد ما لاحت بروق وهل ودانه، سلام الله باسم قوم ترد المعتد الخوان، سلام الله باسم قوم تجي للداعي وشانه، سلام من جثيثي اللي شدادي طليق ايمان، سلام من جثيثي اللي شدادي طليق ايمان، سلام يدفع الصادق غلا بالشعر واوزانه، على دعوة معزبنا شبيه الفيصلي شامان، حضرنا والضيوف حضورها تقدير من شانه، عسى عرسك مبارك يا عريب الخال والجدان، وعسى التوفيق فالك يا سليل الطيبة واركانه، ذخر شيخ كريم وبالوفاء يفرق عن الشيخان، كسب كلمة نعم والنار من زنده وصوانه، وريث المجد كساب الجميل مجري الشردانه، صليب الراس حلال العقود ومسرج حصانه، سلايل لابت منا وفينا وللظفر عنوان، قبيله من علايا نجد الى الطائف وضلعانه، ولا هم من ولانا للمليك مرجح الميزان، ابو فهد عسى يبطي مع الايامه سلطانه، ابوهم عزي الصاطي وابوهم ذلل الشجعان، وابوه اللي دفع للدين من دمه وشريانه، ابوه اللي نصره الله وعز الدين والاوطان، ابوه اللي نصره الله وعز الدين والاوطان، وابوه اللي على حكم الشريعه وحد اوطانه، عسى الله يغفر العبد العزيز ومنزله بجنان، وعسى الله يحفظ عياله حماه الشرع واركانه، وعسى الله يجعل ديار الوطن دائم بمن ومان، ويكفينا من الحساد والإرهاب وعوانه. وختام القول: صلى الله على محمد ولد عدنان، شفيع يوم يقابل الديان ديانه. سلامتك. أيها الحفل الكريم، نرحب بكم مجددا في هذا المساء الجميل، ومع قصيدة شعرية جديدة ثالثة للشاعر حمد بن ناجي الشوصة، فليتفضل. الله يمسيكم بالخير، والله يجعل أيامنا وأيامكم إن شاء الله أفراح ومسرات. النداء غالي والحفل غالي، والرجال لها مقام عند الرجال وعند رب العزة والجلال. أنا والله جاني اتصال من عياد، والخوة تلزم بين الرجال، ودائما ثمنها غالي كلمة الخوة، لأنها مشتقة من كلمة أخ. وصلني منه نداء، واستجبنا النداء من الوفاة،
ومن طيبه وحسن ذاته. الله يبني بناهم، والله يعيننا وياهم ويجعل أيامنا وأيامهم دائما أفراح ومسرات. ومثل ما قال معيض بن منجي على ما قال نستمد العرث من هله ومن العلوم الغانمة، هم هل الشعر ولكن المشاركة واجبة. أنا والله كلمني وقال لي نبي لنا شلة، وقلت العون يجيك على ما قال كل شلة ثمن إلا القصائد. قلت الركايب أوجهت من شمال الركايب أوجهت من جنوب اللي شمال، في عجب دعوة خوي عزيز ومحشوم، ما ندور للعذر لي بداشان ومجال، واجب الخوه على الطيبين أكبر لزوم، في عجب غال عزيز كريم من رجال، من شيوخ سادت أفعالها فوق الرجوم، في عجب غال عزيز كريم من رجال، من شيوخ سادت أفعالها فوق الرجوم، من شدادين الفخر والوفاء علمه هي قال، سطوهم يظهر على القوم من فوق الخشوم، في من شدادين الفخر والوفاء علمه هي قال، سطوهم يظهر على القوم من فوق الخشوم، في حفل من طيب عمه وجده والخوال خالد والعود عياد من جد من في حفل من طيب في حفل من طاب عمه وجده والخوال خالد والعود عياد لعد القرون، جده ابن مغيب راع الوفا طلق السبال، فارس القبة الأصايل معوكة الخصوم، شام خو مقدر وللشدايد راس مال، كاسب الطولات قسمه من خيار القسوم، ناسب اللي بالجمايل خذا زين الخصال، ذكره ينومس وفعله رقى فوق الغيوم، وبن زايد شام خله مقام وطيب فال، مثل نجم سهيل وسهيل من بد النجوم، يا الشدادي يا الشدادي علمكم طاول زحول الجبال، يا ذرى من هو من الوقت ضايق ومهزوم، يا هل السيف والحد ورهاف السلام، يا مقابيس الظفر يا مفرقة الهموم، قدها وانتولها كل ما جات الثقال، بالمراجل واسمكم بين بين الوسوم، طابت أقوال المعاني لكم من طيب بال، وعن بنية من تحية نقدمها للعموم. أما من لا أما من القصيدة اللي حين عادينها هذه حكت الشيلة، مالنا عذر لبال للوفي لزوم، في عجبه في عجب لا بتهجينا وفود، احتضينا في لزومه وشمرنا الكموم، مالنا عن راعي العز والعليا صدود، نحس بالمده ونزهم على ربع قروم، الوعد محدود والطيب ما هو بمحدود، يجتمع راي الوفا والعلا علمه يدوم، في عجب عينه بلجل وجه ما نبدي ردود، كاسب الطولات قسمه من خيار القسوم، من جحد راع الجمايل ولا عش الجحود، فعل راع الجود يفرض من فوق الخشوم، لبسه تاج النوابيس في عين البدود، واكرمه عن كلمة ما لها سعر وسوم، واقلطه بين المطاليق وفينا الجهود، بعدها مني سلام وتسليم يدوم، والمعاني والمعاني دهمنا وانت حن بهالرعود، في أهل التاريخ والمجد والسيف اللطوم، من شدادين الوفا لي ظهر يوم يرود، هم أهل الخيل الأصايل على حف ظلوم، لاعتزاز جمع الوفا على عد ورود، هم هل الصبحات هم هل الصبحات والوقع في اليوم الزحوم، لاشتبا يوم الشبا ما تولي بالصدود، هم هل القبة الأصايل معوكة الخصوم، احتموها يوم احتموها يوم احتموها في اللقاء واثبتوا يوم الوجود، كم خصيم من جندلوبه وخلوهم هزوا، وكم دخيل اللي زبنهم غدا دونه عضود، خالد من الناس العياد لعد القرون، أنزود والمدايح من مثلك تزود، أنت رمز للمكارم وفراج الهموم، كل رجل ينتخي فيك يرقى بك سنود، أنت نجم سهيل وسهيل من بد النجوم، يشخص الأبصار والناس من نوره تسود، روس طيب من هل الطيب وفينا السلوم، في نهار غيم في نهار غيم الجو من قد حزنود، من هل الوقفات والعز من فوق الرجوم، اسمهم عز على المجد ويغيظ الحسود،
كل موت تشربه في دفاع وفي هجو، ستر ذود وستر عذراء وزرب للحدود. قلت هوا قول هوا الشليدة يمعزوم، يشهد التاريخ الأعظم وخلق الله شهود. لا بتيا من ولا من دون هذا العنز حوم، في سبيل المجد ما حنلقيها صدود. ضيوفنا الكرام، والآن مع فاصل إنشادي مع المنشد محمد سليس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. وفي الحقيقة أنا أتشرف بوقوفي قدامكم وأشكر أخوي عياد على حسن الضيافة اللي غير مستقر لا عليه ولا على قبيل. أنا والله ما سويت شيء في المناسبة، ولكن في قصيدة للشاعر الكبير عبد الله بن عون. الله من قلب اللي يا من هدوى يدلج بها الهاجس كما يدلج الطير، عزامه بدوى يد القلب عدوى وجاي لها بدلاجة الطير تذير. قلب يحب البدو قبلي تبدوى ويشاع في مسنادهم والمحادير، وقد صار لمعهم رواح وغدوى وقد ساق لمعهم قطيع مغتير. واليوم ممشى البدو من دون جدوى تطرق سهال ما بهل المعاصير، والغيث عنهم نوب قام يتعدوى وحاجاتهم عيا وعليها الهوامير. سلامتكم. القصيدة الثانية طبعا مطلوبة، والقصيدة غزلية للشاعر الكبير خرف بن هدال. عليك زود. أنا والليل خلا نور فاقاه، أخذت عشقي وأخذني عشاقاه، أوضح لظناين ما بروحي ويفتح لي على الغياض طاقه. ألا يا ليل وش عندك وعندي، يقول من تكدر لمذاقه، عيونا من غرام الشوق تمل، عبايرها على ذيك الدقاقة، وانا بنهاية التسعين هجري اللي خلن عجز دقوى فراقه، مضى عامو ثمان سنين كني كسير عيب الجبار زاقه، يفزع بالصيوح هجوع ناس لهم بالنوم والراحة علاقه. ألا يا ليل يا عرضك وطولك، أنا وياك لا عادت صداقة،
أنا وياك لا عادة صداقة. سلامتكم. نواصل وإياكم أيها الحفل الكريم هذه الفقرات الشعرية المتنوعة ومع قصيدة شعرية جديدة مع الشاعر أحمد بن مانع، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم جميع. من غلا صاحب الحفل وغلا ربعه حضرنا مشاركين ومباركين، وعسى دياركم إن شاء الله عامرة بالأفراح. يقول يا هجوسي سرها يم دربين الفعال، الله الله في النوادر وهات عذوقها، خابر إنك ما تعنز على الجال الهيال دلت الرسلان ريح البهار بذوقها، بين ميلات الليالي وهقوات الرجال الركايب درهمة والمثايل فوقها، من جنوب المملكة لين جينا في الشمال نضرب السهوم المراجل وننزل سوقها، التواصل بيننا والوفا في كل حال، الثقة عين الروابط وحنا موقها، في حفل منهم على الطيب بطالة مثال تحفظ الخوة ليبار الردي بحقوقها، يا سلام الله عليكم عدد وبل الخيال، يا أحرار تنعرف يوم هد سبوكها، يا ابن عياد احتزم كل ما جالك مجال، النشامة في المواقف تبين فروقها، يا عسالك حظ يا عسالك يبيض الوجه حظ وطيب فال، التحايا والتباريك جيت أسوقها، يا عريب الساس ما بين عمك والخوال المدايح في جنابك تلوح بروكها، يا سليل اللابت اللي يشلون الثقال في نهار قبل مهار يبسح لوقها، صلب حارث يا عمل خصم ما فيها جدال، صلب حارث يا عمل خصم ما فيها جدال، صلب حارث يا عمل خصم ما فيها جدال، يا مقاديم القبائل وساس عروقها، ضيفهم يلقى الشحم والتراحيب الشلال في طروق الجود ما هي تضيع طروقها، لا بتنتارد ويا رد بشها كل جال من وفاها ما بعد يوم سيقت نوقها، قلتها وانا اربوعي مخضب تسلال مجد ما عليكم زود، قلتها وانا اربوعي مخضب تسلال مجدنا من عاد بقعه تلف شتوكها، لابت ايام العريقه ولله الكمال ما عليكم زود، لابت ايام العريقه ولله الكمال، تحفظ عهود الصداقه ما هي بتبوكها، الخوي حنا احزامه على سود الليال فعلنا ما عليكم زود، الخوي حنا أحزامه على سود الليال فعلنا، شمس الضحى نورها وشروقها، نحتمي ومجادنا في مشاريف الطوال حنذر الخايف وستر الهنوف وشوقها، ما خلق فينا جبان ولا راعي هزال، الجزالة قسمنا أساسها وعموقها، سلمنا وسلوم الأجداد ميراث العيال حن نوصيها على الطيب في منطوقها، ويا صلاة الله على محمد وصحبه وآل عدهم مال السحابة ولم عمروكها، وسلامتكم جميع. أيها الحفل الكريم، نختم هذه الفقرات الشعرية بقصيدة للشاعر عياد بن مشرع الدعجاني، فليتفضل مشكوراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أحب أبارك لأخوي خالد وأقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بكل خير. أقول سلام مني بالوفاء للسلاطين، تحية النرقابها للغمامي بعد مدار الكيف بين الميامين، والعود الأزرق فاح بين الزحامي، جال الشعر وقفة رجال مسمين، وكل يجهز هاجسه باحترامي لي الفخر بالقاف بين الشدادين، من هو يعاديهم يشوف السهامي وسط النحر. لي الفخر بالقاف بين الشدادين، من هو يعاديهم يشوف السهامي وسط النحر، بالقلب بين الشرايين مضرابهم ينهي شاشة العظامي، جمرة عرب ألاد حارث من سنين، جمرة عرب ألاد حارث من سنين، تاريخهم معروف ما هو كلامي، أقول ها بلسان شبل الدعاجين واللي ما عليكم زود ما عليكم زود، أقول ها بلسان شبل الدعاجين واللي بنيت القاف ما لحطامي، مبروك يا خالد عسفالك الزين، مبروك عرسك يا رفيع المقامي، يلي ملكت الطيب بكفوف اليدين يشهد على طيبك جميع الأنامي. خالد وعنده الاسم قول وبراهين، وعنده الفعل ياقف الكل احتدامي، يلا عسى دربك على العز والدين، وتعيش بين حزام خالو وعمامي، واختامها بدعي معي قولوا أمين، قولوا أمين، يبقى نسر ربيع عتيبة حزامي وسلامتكم. ضيوفنا الكرام، والآن مع فقرة التكريم، يتفضل الآن الشيخ عياد بن ناشي الشدادي الحارثي والشيخ هلال بن عايض الشدادي الحارثي وبالنيابة عنه ابنه زياد وسلمان بن عيد الشدادي الحارثي، يتفضلون بتقديم الهدايا والدروع التذكارية والتكريمية للمشاركين في هذه الليلة. التكريم الأول لمقدم هذا الحفل الأستاذ غانم الحارثي، يتسلمها بالنيابة عنه عن عبد المجيد غانم الحارثي. عبد المجيد الحارثي، التكريم الثاني الشاعر تركي بن خالد المريخي، يستلمها بالنيابة عن السلطان بن عياد الحارثي. التكريم الثالث فهد بن عياد بن ناشي الشدادي الحارثي، التكريم الرابع الإعلامي نايف بن حريميس الشدادي، وذلك تكريما منا على ما بذله من جهود في تغطية حفلات قبائل بني الحارث عامة والشدادين خاصة، ويتسلمها بالنيابة عنه سلطان بن عياد الحارثي. التكريم الخامس الإعلامي تركي بن ضيف الله الجياشي، لما قام به
من مجهود إعلامي في عرض الفيديو الذي في مقدمة الحفل. التكريم السادس، خليفة بن صقر الميزاني، خليفة بن صقر الميزاني لمشاركته الفعالة في حفلنا. التكريم السابع، الشيخ هشام بن متعب بن مرضي الشدادي الحارثي. مجهود الأخ الشيخ هشام يذكر فيشكر. والآن نأتي إلى تكريم الشعراء الذين شاركونا في هذا المساء، وهم الشاعر بندر بن عياد بن ناشي الشدادي الحارثي، الشاعر معيض بن منجي الشلوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير. يقول الشاعر: يجود الأكرمون علينا بمالهم ونحن بمال الأكرمين نجود. يقدم هديتي للشيخ أبو حمد المنصوري، ضيفنا من دولة الإمارات في استاهل أبو حمد. ولا زلنا في فقرة تكريم الشعراء، الشاعر حمد بن ناجي الشوصة. الشاعر أحمد بن مانع. الشاعر عياد بن مشرع الدعجاني. المنشد محمد السليس. المنشد نايف بن وراد الشدادي الحارثي. حفلنا الكريم، ولا يزال الإمتاع متواصلاً معكم. نبقى الآن مع العرض النجدية، ونتمنى المشاركة من الجميع.
الآن مع فقرة الشيلات، وقد تم إعداد ثلاث شيلات لهذه المناسبة. الشيلة الأولى من كلمات الشاعر بندر بن عياد بن ناشي الشدادي الحارثي، أداء المنشد ماجد الرسلاني. الشيلة الثانية من أداء المنشد نايف بن وراد الحارثي. الشيلة الثالثة للشاعر حمد بن ناجي الشوصع. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع هذه الشيلات، كما نتمنى المشاركة فيها. الحارثي سيف شطير بالفعال، هو محزم وقت الشدايد طالها. الحارثي من عنده بالعز مال، هم من الخايف ومنه والقافيلي علي انتشو شبعالها. مطنوخ قاف وطنختي فيها جدال، تقولي كني ما خلقت الا لها. سرجتها واسرجتها سرج الطوال، اللي تسرجني لجيت اسعالها. انا اشهد انك يا ولد عيادي فال، الفرحة دللي فيك امثالها. جتك العزاوي من شمال، علينا الشباب وطنخ بالعدال، ورقبنا يا محزم اشتالها. يا خوي لو هي عزتك والله تقال، حرام حر مني بقول الحالها. يا خالد اخوي القصيده بكتشا، في حفلك الليله تبدع جالها. كل يبارك لك وجا من كل جال، يا مرحبا باهل الوفا وزوالها. وما دام ابو غانم سما بذكالها، وللمجد خيال الحرد فاق المحال، مغيب فاخر امجادنا وخيالها. والراد بن زايد كريم بس بس، الله وهب المكرمه واشتالها. وهلا لبن عايض بطيبه لا يزال، لو العرب تخلف بخلف زوالها. ربعي يدك كون العدا في كل حال، من ماضي بالطوال عز الشدادي نعتلى بفعالها. هل يا ضربنا ما توسمنا الحلال، نعرف مغازي العرب وعلالها. الحارثي سيف شطير بالفعال، هم محزم وقت الشدايد طالها. الحارثي من عنده بالعز مال، هم من الخايف ومنه علاها. وقت المغازي والحروب اللي تقال، ميدان الفخر حنا جبال، واللي جهال يسأل وكل قالها. صغيرنا للموت عاشق والقتال، كبيرنا جز للمواقف صالها. المدح يا الهاجس مع اللابك وصال، خص بذوينا شرقة واختالها. قوم اللي يابان الخطر والضد عال، ما يرجح الميزان غير ابطالها. والفخر زاد والمواقف لا محال، تزيدها أهل العز عز بجالها. فعل الملاسين عال انقلي عال، أفخر وفاخر وافتخر في
وانا ولد عيادي وطن خجالها جزل جازل جز عندي بالجزال وجزال قافي تحتمي بجزالها يا مجد الحونك على الجزلة تقال هل يا سمعتك الطرب وانبالها بصت يا مجد تعلى وانت عال في قافية باخويا كل سجالها شاعر ولا مني نويت ابدا سجال ما نوش غير الطايلة وامثالها هل يعتليت على وانا بالعز عال والقافلي شوش بعالها مطنوخ قاف وطنختي فيها جدال تقولي كني ما خلقت إلا لها سرجتها وسرجتها سرج الطوال اللي تسرجني لا جيت اسعى لها انا اشهد انك يا ولد عيادي فال الفرحة دللي فيك امثالها جتك العزاوي من شمال اسرجتها لاجلك وجد في لنا الشباب وطنخ بالعدال ورقابنا يا محزم اشتالها يا خوي لو هي عزتك والله تقال حرام حر مني بقول الحالها يا خالد اخوي القصيدة بكتشا في حفلك الليلة تبدع جالها كل يبارك لك وجا من كل جال يا مرحبا باهل الوفا وزوالها وما دام أبو غانم سمع بثقالها وللمجد خيال الحدي فقال محال أبغي بفخر مجادنا وخيالها والراد بن زايد كريم بس بال الله وهاب هالمكرمة واشتالها وهلا لذن عايض بطيبه لا يزال لو العرب تخلف بخلف زوالها ربعي يديك كون العدا في كل حال سما والعز مسمي بالطوال عز الشذاذي نعتلى بفعالها هل يا ضربنا ما توسمنا الحلال نعرف مغازي العرب وعلى لها الحارثي سيف شطير بالفعل هو محزم وقت الشدايد طالها الحارثي من عانده بالعز مال هم من الخايف ومنه عالها وقت الفخر حنا جبال واللي جهال يسأل وكل قالها صغيرنا للموت عاشق والقتال كبيرنا جزل المواقف صالها المدح يا الهاجس معلا بك وصال خص بذوينا شرقة واختالها قوم اللي يابان الخطر والضد يعال ما يرجح الميزان غير ابطالها والفخر زاد والمواقف لا محال تزيدها للعز عز بجالها فعل الملاسين عالي انقلي عال افخر وفاخر وافتخر في عالها عزاوي انت اعتزي عز والجبال المجد مجدها بسحاب اختالها سمتي في قافي وفيني انفعال بمحفل رجال الوفا واختالها صفت ميادين الشعر والكل يمكن واحتمال وانا ولد عيادي وطن خجالها
روح الطيب يا على ولاه بالجديد هم بنى الحارث ربوعي لياجات الشداد يرفعون الراس بالفعل والرأي السديد
فاطل قسبال فارس القبل صايل مع وقت الخصوم الكايب وجهات من جنوب الأشمال بعجب دعوة خوي عزيز ومحشوم فندور العذور لابد شنو مجال ناجب الغوة على الطيبين أكثر نزوم بعجب غال عزيز كريم بالرجال من شيوخ سادت أفعالهم فوق الرجوم من شيوخ سادت أفعالهم فوق الرجوم شدادي
العزيز.